Bonjour tout le monde, اليوم جبت لكم لا روسيت تاع لي بريوش. هاد لي بريوش كيما يتباعوا في المحلات تعودوا ديروهم في الدار ما تولوش كاع تشروهم. هنا في لاكوف دو بيترا درت 3 كيسان تاع فارينا يكونوا بيان معمرين ممسوحين. كي تحبي توزني ديري 400 غرام فارينا بيان سور مصيره. هنا عندي 4 كاس سكر، عندي نص كاس زيت، عندي 8 غرامات تاع الملح، وهنا عندي لافاني ديرو اون بون كويير ا سوب. وهنايا عندي ان باكي لوفر شيميك، وبيان سور عندي مغرفة تاع خميرة الخبز، عندي كاس يكون معمر حتى الفوقه يكون حليب دافي. الوغ هنا شوفوا شحال ندير باش نبداو نخدمو لا باتا بريوش تاعنا. هنا عندي بودر دو لي، شوفوا ندير اون بون كويير، نحطها مع الكاس الحليب دافي، نخلط باش تدوب لي هذيك لا بودر. فوالا، الوغ نبداو نحطو 4 كاس سكر، نحط باكي لوفر شيميك، نحط اون بون كويير تاع لافاني، ونزيد نحط مغرفة تاع ماكلة تاع خميرة الخبز ما تكونش بومبية. هنا نخلط لي زانغريديون سك، ونحط الكاس تاع الحليب يكون دافي، لي زدنا له مغرفة كبيرة تكون بيان معمرة بومبي بودر دو لي، ونحط نص كاس زيت، ونزيد نحط. هنا نخليه يتعجن واحد 10 دقائق، تقدروا تعجنوا بيديكم. شوفوا لاباط تاعنا خليتها واحد 10 دقائق وهي تتعجن، دوك نوريها لكم كيفاش تكون. شوفوا لاباط تجي شاده روحها، فوالا شوفوا لاباط تاع بريوش، شوفوا لا تيكستور تاعها كيفاش تكون، تجي طريه وتجي شاده روحها. هذه هي لاباط تاع بريوش. هنا دوك نحطها في الريسيبيون ونخليها تخمر، خليها تخمر مليحه، لازم تدوبلي الفوليوم. الو هنايا باش نوجدو لا كريم ديبلومات لي فوريوها في لا بريوش تاعنا. الو هنا باش نوجدو لا كريم ديبلومات لازم نوجدو لا كريم باتيسيير. عندي 250 غرام تاع الحليب، هنا بارد في بارده، نزيد لها 40 غرام تاع مايزينا، نخلط باش هذيك مايزينا تنحلي، ونزيد 65 غرام سكر، ونحرك. هنا نشعل الفرنو ديالي وقاعد نحرك حتى نشوف لا كريم باتيسيير تاعي عقدت ليا. توجور تقعدوا تحركوا بلا ما تحبسوا. فوالا شوفوا هنا عقدت لي بصح، هنايا نزيد لها واحد دقيقة زوج دقايق باش لامايزينا تاعي طيبة. فوالا هنا نطفي عليها، كان باتيسير تاعي راهي واجدة، هنا طفيت عليها، نحركها نهويها شوية. هنا نحط لها اون بون كويير تاع لافاني، لاكريم ديبلومات تاعي نديرها على لافاني. كي تحبوا ديروها او شوكولا، هنا كي طفيو عليها تحطوا لها 50 غرام دو شوكولا نوار. الوغ هنا نحط لها لافاني، ندير اون بون كويير ونحرك. فوالا لا كريم باتيسير تاعنا راهي واجده. هنا ندير لها لو فيم اليمونتير او كونتاكت باش ما ديليش لا كروت، نخلي لا كريم باتيسير تاعي تبرد مليح باش نقدروا نخلطوا لها لا كريم فريش تاعنا لي بيان سور نطلعوها بالباتور. هنا نزيد لها 200 غرام تاع لا كريم فريشه.
Voilà, شوفوا هنا لا باتا بريوش تاعي خملت لي خلوها مليح دوبلي البول هنا شوفوا لا باتا بريوش ما تلصقش شوفوا لا باتا تاعنا ما تلصقش هنا نقطعها على ثلاثة هنا فوالا كي قسمنا على ثلاثة درنا 260 نحل لا بريوش لا باتا بريوش تاعي شوفوا ما تلصقش نحلها بالطوله ندير شكل اوفال شوفوا هنا تقدروا ديروا فيرميسال شوكولا فيرميسال وتلويو شوفوا كيفاش راح نديرها تحطوا هنا في الوسط شوكولا فيرميسال وتغلقوا عليها هنا نشكلوا لا بريوش تاعنا ونزيد نحط هنا ونلوي عليها كي ديري شوكولا فيرميسال انا نقولها لكم انا راح نديرهم سامبل ندير وحده سامبل وندير وحده فوري بلا كريم ديبلومات على فاني ونغلق شوفوا غلقوا مليحه الفتحه تاعكم باش في الفوق ما تنحلش فوالا نبلاطيها وندور شوفوا وندير فورم دو باغيت فوالا ونجيب البلاطو ديالي نحط لا بروميير بريوش نبلاطيها ونسقمها في البلاطو فوالا توجور نستعمل هادوما في الخباب استوعي ندير زوج فتحات وهنا نبادي جوني انا شوفوا واش درتها هنا درت انا فونتي وزيت لو نيسكافي توجور شرينا هادو نستعملهم باش نديرهم لا دوغ وزيت لها شويه حليبه انا نبادي جوني زوج خضرات وكي تخمر نزيد نبادي جوني لا دوزيام فوا نخلي لي بريوش تاعي يخمروا مليح لازم يدوبلي فوليوم ومن بعد نزيد نديرهم لا دوزيام فوا لا دوغور وندخلهم للفوق على 190 درجه مئويه طون دو كويسون ماكسيموم 10 دقائق ياخذوا 5 دقائق تحميرها من التحت نطفي عليها من التحت ونكملها من الفوق واحد 3 دقائق تتحمر بيان لا بريوش تاعنا لازم تكون بيان محمره الوغ دوك نخلي لا بريوش تاعي تخمر مليح ونولو لكم ان شاء الله هنا لا كريم فريش ليكيد استعملت هذه درت 200 غرام طلعتها بالبيترا كي تبرد شوفوا كيفاش تجمد هنا نضربها شويه باش تولي ليس قبل ما نخلطوا لها لا كريم فريش فوالا شوفوا كيفاش تولي تولي ليس فوالا هكذا نقدر نخلط لها لا كريم فريش تاعي فوالا نتحصلوا على لا كريم ديبلومات هاد لا كريم هادي ني با سوكري بنينه هاد لا كريم تقدروا ميم ديروها دي فون دو تارت هنا خمروا لي هنا نزيد نعاود ندير لا دوغور كي ديروا لا دوزيام دوغور روحوا غير بالعقل لا دونك ندخلهم للفور كي يطيبوا نقولوا لكم ان شاء الله فوالا شوفوا لي بريوش تاعنا
شدوا لي طون دو كويسون 10 دقائق وحده ندير لها لا كريم ديبلومات وندير لها سكر غلاس من الفوق وهذه نحكم لا جولي لا جولي ما سخنتهاش لا بريوش تاعي مازالها سخونه نجوز لها ونحط لي كونكاسي وهذه نخلوها سامبل شوفوا لا بريوش تاعنا شوفوها انا نقول لكم من اروع ما يكون هذا البريوش بزاف هايل دوك هكذا دو بريفيرونس نخلي حتى يبرد باش نقطعه لكم وتشوفوا فوالا لا بريوش تاعكم خلوها بيان تبرد الوغ هنا نقطع لكم نقطعوا لا بريوش تاعنا باش نديروا لها لا كريم ديبلومات انا لا كريم ديبلومات درتها في لابو شادوي شوفوا شوفوا كيفاش يطيب خفيف بزاف هذا البريوش هذا بزاف خفيف شوفوا شوفوا ني نقول لكم ناكد لكم لا بريوش لا باتا بريوش لا تيتا لكم بزاف هايله شوفوا هنا لا كريم ديبلومات كي ديروا كونتيتي كبيره تقدروا تخبوها في الجدار تقعد لكم 3 ايام 4 ايام في السته بسم الله لا بريوش تاعنا فوري بلا كريم ديبلومات فوالا لي بريوش تاعنا نشوفو كي نقطع لكم بزاف خفيف هاد البريوش هايل شوفو ناكدها لكم شوفو شوفو هاد لاباطا بريوش ني با سكري كاين ما يحبش بزاف حاجه حلوه